اصعب ماتش في الاربعه ايه بتاع الاربع فرق؟ احنا عندنا الاهلي اللي بكره، نمشي بالترتيب المواعيد، بكره بيراميدز مع مازيمبي، السبت الاهلي مع ميدياما الغاني، الحد في مودرن فيوتشر مع السوبر سبورت جنوب افريقي، واخر النهار الساعه 6 هيبقى الزمالك مع ابو سليم. من وجهه نظركم اصعب ماتش في الاربعه ايه؟ هنبدا بالصعوبه وبالاقل في اللي تحت. في اللي تحت انا شايف ان ال بيراميدز ومازيمبي لا انا ماتش. شايف ان الاربع ماتشات يعني في متناول الفرق المصريه، يعني على الورق يعني الموضوع قريب، هو صعوبتهم في بدايه البطوله بس، ان انطلاق دوري المجموعات انطلاقه بس، لكن انا شايف ان الماتشات كلها في المتناول، حتى مازيمبي وبيراميدز، شايف ان بيراميدز فنيا اتقل وفي غياب الكارتي وفي غياب مصطفى. خلينا نبدا ببيراميدز على اعتبار ان اول ماتش في الاربعه، في غياب الكارتي ومصطفى فتحي مفيش مشكله؟ شايف اللي هو برضو يعني الماتش ما فيهوش مشكله بالنسبه لبيراميدز في البدايه، يعني مين يلعب مكان مصطفى فتحي على اليمين كوينج؟ عندهم حلول كتيره، ممكن تلاقي فخر يلعب في المكان دوت، ممكن تلاقي رمضان يلعب ناحيه اليمين، يعني لعيبه كتير جدا تقدر تلعب في المكان دوت يعني بشكل كبير. انا اهو يعني خليني اقول لك التشكيل المتوقع لبيراميدز. شناوي في حراسه المرمى، محمد حمدي باك ليفت والشيبي باك رايت، قلب الدفاع احمد سامي وعلي جبر. مع ان يا جماعه احمد سامي علي جبر مش في القايمه يا جماعه، مصاب. احمد سامي ممكن يبقى اسامه جلال ولا محمود مرعي. مرعي هو اللي بيلعب الفتره الاخيره معظم الوقت، مش كده؟ اسامه جلال كان مصاب ولسه راجع من فتره قريبه، ومرعي الراجل شكله بيحبه كمان، يعني حتى كان بيخليه واحد ضمن الاثنين. احنا عايزين فيتوريا كمان يحبه. انا نفسي اسامه جلال ومرعي، يعني نفسي يبقى في سرد باك صاعد في المنتخب، نفسي. مش ممكن يعني. والله هما كده هيزعلوا منك انت، حد يخش مش هيزعلوا مننا، هيزعلوا منك انت. حد يخش صغير. ايوه بس انت كنت متبقى ده كلامك صح. احنا النهارده عندنا ازمه وقاعدين نقول يا رب حجازي يلحق، او الونش، ما الونش انت بتتكلم في الونش صعب يلحق، لسه ما بداش التدريبات الجماعيه. ان شاء الله يلحق طبعا، لكن حجازي اقرب، لانه حجازي داخل في التدريبات الجماعيه، فاحنا قاعدين حاطين ايدينا يا رب حجازي من احنا بنشوفه في الماتشات الاخيره للمنتخب جنب عمنا. فلو هو كان مؤهل من بدري، محمود مرعي ولا اسامه جلال، خصوصا في الماتشات اللي انت بتلعبها، يعني ابرز اتنين جيبوتي وسيراليون وعندك مشاكل يعني في الحاجات في الماتشات ديت، ما كنتش يعني ما كناش بقى لا انت عندك مشاكل في الماتشات دي اصلا، وانت الطبيعي انت اصلا ما يبقاش عندك ماتشات سهله بالنسبه لك المفروض، يعني انت رايح لريفل اعلى وسرعات اعلى وكواليتي لعيبه اعلى في بطوله، هي انا شايف اللي هي هتبقى بطوله قويه جدا. كان اولى ياهل مرعي وياهل اسامه جلال معاه للاسف يعني. انما مرعي اقرب جنب احمد سامي، على اليمين الشيبي وعلى الشمال محمد حمدي. نص الملعب هيلعب بمين بقى؟ هل مهند طبعا هيبدا؟ ده طبيعي، هو الراجل حطه وتوريه يبدا. ممكن هو اخر حاجه كان ماتش الزمالك لعب بالاثنين مع بعض في نص الملعب. بس هو مش الراجل ما بيحبس الحته ديت، يعني اللي هو يلعب، عشان هو لعبه عشان يلعب عبد الله ثالث تحت المهاجم ماتش الزمالك، يعني هو ماتش الزمالك لعب مصطفى فتحي وعبد الله وفيستون اللي هو الفيرويد ميالي. ولعب ثلاثة في نص الملعب، كان مهند والكارتي وبلاتي توري الثلاثة، لكن انا شايف مهند وبلاتي توري بيعملوا نفس الدور، فهو الطبيعي هتلعب على ملعبك وعايز تكسب يبقى واحد في الاثنين يبقى موجود. طب من التاني هو عنده حلول برضو تاني من التلاته، ممكن يبقى عبد الله السعيد، هو في الغالب يبقى عبد الله يبقى موجود التالت، اثنين في نفس الملعب. بس من التاني هل احمد توفيق مثلا يبدا بيه؟ ما اعتقدش الماتش دوت يبدا بتوفيق، هو ممكن او ممكن لو هو غير طريقه اللعب برضو، اوقات بيلعب باثنين ديفندر، اثنين مش واحد بس سته، بيلعب اثنين ويلعب عبد الله كيلعب 10 تحت راس الحربه ويلعب بونجين يعني. ونجين مين يلعب مكان مصطفى فتحي؟ انا بس القايمه مش معايا، مش شايفها قدامي، بس انا هقول لك اهو القايمه اللي اختارها، ثانيه واحده اطلعها لك. بص يا سيدي، الشناوي، شريف اكرام، احمد ميهوب، احمد الشناوي، تمام،
الديفنس عندك محمود مرعي، اسامه جلال، احمد سامي، محمد حمدي، الشيبي، كريم حافظ، احمد فتحي. قلنا خلاص حمدي في الشمال والشيبي في اليمين وقلب الدفاع، انتوا قلتوا مرعي جنب احمد سامي، متفقين. نص الملعب يا سيدي عندك بص بقى بلاتي توري، عندك احمد توفيق، عندك مهند لاشين، عندك رضا بوبو، احنا نسينا رضا بوبو ده لسه دخل اول ماتش، عندك رمضان صبحي، عندك عبد الله السعيد، وسيف جعفر، ويوسف اسامه، تمام. وعندك في الهجوم ميالي، ودودو الجباس، وفخري لاكاي. مين بقى نص الملعب الاول؟ احنا قلنا كريم حافظ موجود ولا لا؟ موجود، كريم موجود. هيلعب كريم هاف ولا كريم باك وحمدي هاف؟ هيلعب كريم هاف، خد بالك كريم بيلعب باك، كريم هيلعب حمدي اللي بيتزق لقدام، كريم هيلعب هاف، لعبوا ماتشات قبل كده ولعبوا في الدوري ماتش هاف، بس لعبوا قدام محمد حمدي. وهيلعب مين احسن فيهم في قدراته الهجوميه، كريم بيلعب كوينج ولا حمدي كقدراته هجوميه؟ لا كريم عنده الناحيه الهجوميه اعلى شويه من حمدي، فلما يلعب بكريم هاف يبقى افضل. انا بقول لك هو هيلعب كريم هاف في الغالب، يعني انت متوقع يبدا بكريم كوينج ليفت، كوينج، ورمضان صبحي يوديه ناحيه اليمين، وناحيه اليمين وميلي في القلب، وعبد الله تحتيهم، وعبد الله تحتيهم. طب والاثنين الديفندرات خلاص قلنا توريه، والتاني مين؟ مهند. هيلعب بالاثنين مهند وتوريه، ممكن مهند وتوريه لكن مش هيبدا بسيف ولا يبدا بيوسف اسامه؟ لا. اوكي، ده التشكيل الاقرب لفريق بيراميدز. طبعا مازن بفريق كبير تاريخيا، يعني تاريخيا لكن دلوقتي عندهم مشاكل كبيره جدا، يعني اسما، انما دلوقتي لا، مازن من شفتهم مش من الفرق الكويسه دلوقتي تماما. ماتشين الترجي اتفرجت عليهم، هم بعيد يعني، وكسبان دوري ابطال طبعا 5 مرات، كسبان كونفدراليه، بس كان في وقت معين، انما دلوقتي مش افضل لعيبه موجوده عنده، مش افضل اداء حتى يعني. مدربهم السنغالي لامين ناداي، وعلى فكره ماسكهم من 5 6 شهور بس، يعني ما بقالوش كتير يعني. وهو خرج حتى من الدوري الافريقي على ايد الترجي. ما هو سواء كسب الترجي على في تنزانيا. اتفرجت انا على الماتشين، هو يعني ادائهم مش بعيد جدا عن اللي هم يقدروا يعملوا حاجه كبيره في دوري الابطال يعني. طيب يبقى توقعاتك للماتش؟ بيراميدز هيكسب 2-0 اقل حاجه. كابتن ساي بيراميدز برضو يعني شايف ان هو ماتش في المتناول يعني. تمام. الاهلي، نروح للاهلي مع ميدياما الغاني، شايف الماتش ده ازاي؟ ماتش على الورق في المتناول جدا، بس في الاول والاخر حاله لعيبه النادي الاهلي. يعني حاله لعيبه النادي الاهلي لو زي الفتره الاخيره هيبقى ماتش صعب. انما لو فيها تغير كبير، لا، انا شايف الماتش في المتناول جدا، وماتش من الماتشات اللي ممكن تتعدى باداء كويس وبعدد اهداف. انما لو لعيبه النادي الاهلي في حالتهم اللي هي كانت قبل كده، انما قبل التوقف الدولي ده، لا، حاله النادي الاهلي ما كانتش كويسه، معظم اللعيبه مش في حالتها، بتضيع فرص كتير. حتى الميزه اللي كانت عندك الجناحين، اهم 2 لعيبه عندك، فهم بايد ميرسي حسين الشحات، ما كانش ماشيين بشكل كويس. فالنقطه بس يعني اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يكونوا في مستواهم وفي يومهم، وتبقى بدايه مختلفه عن قبل كده. الغيابات هتاثر، وعلي معلول مش موجود، في لعيبه مش موجوده يعني. علي من الناحيه الهجوميه شويه، بس كريم بياخد بقى له فتره يعني، اعتقد هيبقى استمراريه لكريم، ووجوده مهم جدا. انما بقيه الغيابات انا بشوفها عاديه يعني. اهم حاجه واهم نقطه حاله لعيبتك في يوم المباراه. يعني انا بشوف ان حسين الشحات زي ما انت قلت، وبرسيتاو، 2 من اهم اللعيبه، كهربا 1 من اللعيبه، يعني التوفيق اللي كان موجود قبل كده يعني، كهربا كان بيجي له فرصتين. يبدا بكهربا ولا مودست تتوقع؟ لا اعتقد كهربا يعني، كهربا هيبقى اولويه بالنسبه لك، ومودست تغيير كويس. 6 كيلو هي الناحيه الفنيه اهم يعني الناحيه الفنيه ان شاء الله يبقى هو فنيا اعلى من الفتره اللي فاتت. يعني انت خلي بالك عدى 15 يوم او في التوقف ده، فنتمنى ان يعني يدخل في التوقيت المناسب كمان في المباراه، ما يبقاش هو حمل على الفرقه. يبقى ما يبداش بيه. لا كهربا طبعا بالنسبه لي هو الفرق. حتى كهربا بعيد بقى له شويه. بعيد بقى له شويه، بس كهربا يعني بالتعامل معاه الفترات اللي فاتت كان بيبقى بعيد وبينزل طبيعي. جاهز. انما هي المشكله مودست بقى له فتره مش موافق.
فانت ما تضغطش عليه كمان، يعني اما يكون عندك لعيب بيمر بفتره مش كويسه فتضغطش تديله، بيتحرق قدام الناس اصلا يعني جماهيريا. طيب. حتى الناس بتبدا ناحيه ان هم مش قابلينه. طب كابتن احمد عيد، الاسبوع الاجازه للاهلي اخده ده في صالحه؟ بص يعني هي هو الموضوع يعني مش يعني ممكن يبقى في صالحه اللي هو ذهنية للعيبة، واغلبية اللعيبة كانوا في المنتخبات وهيبقوا موجودين، حتى الناس اللي هي اللي هي الاساسية بشكل يعني مثلا معلول مش موجود، الناس اللي مش موجود شايف ان هو ممكن يكون حاجة ايجابية للاهلي اللي هم اللعيبة تفصل، وفي الفترة بتاعت التوقف بتاعت المنتخبات ديت اللعيب بيبقى عنده فترة زهق وملل، مفيش ماتشات بشكل كبير، فيرجع يستعيد مستواه ويستعيد فورمته والحالة الذهنية بتاعته، خصوصا ان الاهلي مفنش الفترات اللي فاتت مش احسن حاجة كأداء، بتكلم على الاداء والنتائج برضو في البطولتين اللي خسرهم الاهلي، فالراجل عنده برضو تحدي كبير ان هو يرجع فورمة الاهلي تاني بشكل كبير، والصورة اللي عند الناس عنه وكمان بشكل وتكتيك او بتشكيل يبقى مقنع للناس، وانا شايف ان هو يعني ماتش في المتناول جدا اللي هو يقدر يرجع ثقة الجمهور بيه وثقة الناس باللعيبة، ويقدر يدي لعيبة تبقى موجودة الفترة الجاية كمان يبقى شكلهم احسن كمان في الماتشات. يعني كابتن سيد، جزء من الاجازة الاسبوع اتصور ان كولر عارف ان الفرقه مش هتكتمل غير الخميس، يعني خد بالك لعيبه المنتخب حتى بيرسي تاو وإلي بيانج، يعني كده الفرقه مش هتكتمل غير الاربعاء والخميس، فادى الاجازه ربما يكون ده من الاسباب، يعني هو عايز يمرن فرقته كام. هل دي فتره كافيه؟ يعني هو بس اتمرن النهارده، بكره الجمعه الماتش السبت، يعني بعاد عنه بقالهم 10 15 يوم دلوقتي اهو. لا، هو اللعيبه الدوليين انا شايف ده مش هيبقى لهم على تاثير، يعني ممكن يبقى تاثير عكسي في ناحيه الاجهاد يعني شويه. لو عايز يعدل الافكار او بعد فتره من التراجع لو عايز يعمل حاجه، لا، هي المشكله الاكبر مش في دي، كمان في حته اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب، هي دي محتاجه تجهيز، محتاجه ان هي تكون موجوده. كنت تستغل فتره الاجازه دي؟ طبعا، انت اول يوم رجع فيه النادي الاهلي، ثاني يوم اتعمل ماتش ودي بين اللعيبه وفرقه من الناشئين، فكان الطبيعي خلال الاسبوع ده بدري شويه ان انت تعمل ده، يعني ده الحل الامثل. لعيب ما بيلعبش بقاله فتره كبيره، انت لسه بتتكلم مثلا على كهربا، بتتكلم على لعيبه كتير، على موديس، فدول كانوا محتاجين يلعبوا ماتش ويلعبوا اتنين خلال التوقف ده، كانت هتبقى فايده بالنسبه لهم لعدد كبير من اللعيبه. انما في الاول والاخر دي وجهه نظر، هو اللي بيتحمل وجهه نظره، هو اللي بيتحمل فكره، لان هو باني فكره على الموسم ككل، احنا ممكن بنتكلم على فترات معينه، فهو باني ان هو راجل عامل اعداد كويس، فالموضوع ده مش هيفرق معاه، الحمل التدريبي عارف هيعلى امتى وهينزل امتى، بس في الاول والاخر الصوره اللي قدامنا هي اللي بتبين، يعني يوم الماتش انت تشوف لعيب مثلا بعد التوقف الدولي مش جاهز، فيبقى الاجازه كانت غلط. انما لو لقيت اللعيبه اللي ما بتلعبش وما راحتش منتخبات ماشيه في الملعب بشكل كويس وبدنيا ظهروا بشكل كويس، اعتقد هيبقى امر طبيعي ان الاجازه كانت مفيده. بس في الاول والاخر انا وجهه نظري، لا، انا مختلفه شويه، ان انا بقول ان كان في بعض اللعيبه محتاجه ان هي تلعب ماتش او اتنين ودي خلال الفتره دي، كان عندك وقت زمني. ضربت لك مثلا كهربا، مودست، معظم اللعيبه، عمرو السوليه يدخل، حتى كريم نيدفيد، كريم نيدفيد، كل اكرم، صلاح محسن، كريم فؤاد، كل دول، صلاح محسن عليه كلام كتير، كل دول محتاجين ان هو يلعب ماتش واتنين. محمود متولي اللي راجع من الاصابه ومحتاج، كل الاسماء اللي احنا قلناها دي كانت محتاجه تلعب ولا ما تلعبش؟ كانت محتاجه تتمرن. هو اكيد في بروجرام بيتاخد للفرقه حتى في الاجازه، يعني انت حتى الاسبوع ما يعني ما بشرحها سلبيه، بس هي النقطه في الاول والاخر اما تلعب ماتشات يبقى رجليك في الملعب افضل من التمرين. فانا بشوف ان الاهلي كان محتاج العدد كبير من اللعيبه ما بيلعبش بقاله فتره، محتاج ماتشات، خصوصا ان انت يعني بتعمل روتيشن كتير، يعني ممكن لعيب قاعد بقاله شهر تلاقيه في الملعب، فهو محتاج يبقى جاهز عشان يبان بشكل كويس.